FM. الكلمة ليك. السيد سليم اللغماني أستاذ القانون الدستوري ضيفنا في الساعة الأخيرة في كابوتشينو. مرحبا بك صباح الخير. بارك الله فيك. شو حوالك لباس؟ الحمد لله. نحتاجكم برشا ريمات خاطر أنتم سيادة القانون الدستوري، يهمنا حضوركم في بلاتوات الإذاعية والتلفزية لتوضيح بعض المعطيات اللي ممكن ما تجيش على خاطر بعض السياسيين أو بعض الخبراء في التلفزيات أو الإذاعات. نرجع لضيفنا في الأستوديو سيد سليم الغماني أستاذ قانون دستوري، مرحبا بك مرة أخرى. تحب تعلق على ما جاء في كلام سي مختار؟ ما سمعتش مليح، لكن اللي قدرت نسمعه أنه اللجوء إلى الجيش في الواقع مش لحماية المنشآت، لأنها كانت محمية المنشآت من قبل الجيش، هو لمن يقطع الطريق. ما نجمو نعملو كانش على حاجة بركة في الواقع، خاطر الجيش ما عندوش لكريموجين. الجيش ما عندوش لكريموجين. نجمو نعملو على حاجة، عندي كلمة بالفرنسوية سور لا فورس دو ديسواسيون، يعني أنه مجرد وجوده يكون عنده أثر. ونأملو أنه يقف عند ذلك الحد، يعني أنه سا فورس دو ديسواسيون تكفي. الردع، لأنه الردع النفسي، الردع في المعنى النفسي. نعم، في المعنى النفسي. نعم. وهذا برهن على إمكانية الجيش في ذلك، بما أنه نعرف كل مخرج الأمن من مدينة أو من قرية يجي محله الجيش، وكان تدخله ناجع. إذن نأمل أنه النجاعة هذه والسلطة المعنوية للجيش ومشروعيته اللي تأكدت منذ 6 أو 7 سنوات هي عمرها ما كانت محل شك، لكن زادت تأكدت. نأمل أنه يتمكن بالسلطة المعنوية اللي يمتاز بها، اللي يتميز بها، باش يمنع قطع الطرق. هذا إجراء من بين الإجراءات اللي طرحهم البارحة السيد باجي قايد سبسي رئيس الجمهورية في خطابه من قصر المؤتمرات. يقول بعض قبل حتى الخطاب سيطبق الفصل 80 من الدستور، والناس كل تحكي على الفصل هذايا الشهير ولا ليمات في تونس في الإذاعات والتلفزيات، لكن فما شكون يقول البارح طبق روح الفصل 80 من الدستور، بما أنه سيد باجي قايد سبسي مكبل بالدستور وفي غياب محكمة دستورية تمنعه من تطبيق تام وحرفي للفصل 80. شنو رأيك سيد سليم الغماني؟ من ناحية تقنية، هل يمكن اليوم اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور؟ احنا نعرف في إعلان حالة الطوارئ على مرحلتين تم في الأمر ذكر الفصل 80. هل هو الأساس القانوني حالة الطوارئ؟ هذه مشكل آخر، لأنه حالة الطوارئ هو أمر صدر عام 78 وليس له أساس قانوني. أمر شاذ جدا، كيف تاخذ تقرأ الأمر هذا ما تلقاش في الإطلاعات متاع، ما تلقاش لا قانون ولا مرجعية. فمش مرجعيات في الإطلاعات متاع، فمش مرجعية. منو هل يمكن اللجوء اليوم للفصل 80؟ المشكل اللي الناس كل دولته هو أنه ما فماش محكمة دستورية. محكمة دستورية عندها دورين فيما يخص الفصل 80، هي موضوع إعلام أولا في أول مرحلة، ثم في انتهاء 30 يوم يمكن لها أن تستشار في إمكانية مواصلة العمل بالفصل 80 ولا، يعني بالحالة الاستثنائية التمديد، يعني التمديد أم لا. يعني إذا كان دورها موضوع إعلام فقط في المرحلة الأولى يصبح مهم في المرحلة الثانية. الآن هل غياب المحكمة الدستورية يحول دون تفعيل الفصل 80؟ فيه رأيين. الرأي الأول هو أنه في الأحكام الانتقالية متاع الدستور ينص على أنه قبل تثبيت المحكمة الدستورية الفصول التي تعطي السلطات المحكمة الدستورية لم تدخل ولن تدخل حيز التنفيذ، يعني توا ما هيش موجودة في الدستور. واضح؟ يعني ما هوش موجودة في الدستور. شو معناتها؟ يعني الفصل 80 لازم تقراه ما غير كلمة محكمة دستورية، على خطر لم تدخل هذه الفصول حيز النفاذ. هذا بحكم الأحكام الانتقالية. لكن الإشكال فين؟ هو أنه في الأحكام الانتقالية كذلك كان من المفروض أن تنتصب المحكمة الدستورية بعد عام، بعد سنة من إصدار الدستور، وهذا لم يتم.
تم التعطيل ديجا. يعني هوني وقع خرق للدستور إرادي أو غير إرادي، هذا مش مشكل، لكن وقع خرق عدم احترام مقتضي الدستور الأجال. الأجال يعني من ناحية صحيح الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية لا تدخل حيز نفاذ إلا بعد تركيزها، لكن كان من الواجب تركيزها سنة بعد صدور الدستور، وهذا لم يقع. وبالتالي في رأيي قانونا اليوم لا يمكن تفعيل الفصل 80 لهذا السبب، مش لأن وجودها ضروري، بل لأن أحكامها كان من المفروض أن تدخل حيز تنفيذ سنة بعد بعد صدور الدستور. هل وقع تطبيق روح؟ لا، أنا نقول هل ما وقع يندرج في صلاحيات العادية لرئيس الجمهورية أم لا؟ والجواب واضح بالإيجاب، يعني بما أنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما أنه هو ضامن للدستور، بما أنه هو ضامن لاستمرارية الدولة. هذا اللي يجعلني نقول كذلك في نفس الوقت أنه في بعض الحين يقولوا علاش الرئيس يتكلم في المواضيع هذه؟ لا، كان على مجرد الرأي والكلام الرئيس عنده الحق يتكلم في أي موضوع بحكم أنه رئيس الدولة، بحكم أنه ضامن الدستور ولاستمرارية الدولة. إن رأى في أمر ما مسا بالدستور أو باستمرارية الدولة لا، قطع النظر عن الخطر الدائم، استمرارية الدولة فقط. له أن يتحدث في أي مجال، له أن يتحدث في بيان عام أمام الشعب في مواضيع متعددة لضمان استمرارية الدولة والتوافق، خاطر هو جامع للشعب التونسي الكل ويتكلم باسم الشعب التونسي الكل بميزاباغ معناتها التحازب متاعه نداء تونس أو النهضة. لكن نرجع لك إلى موضوع آخر اللي هو الاستفتاء، وما أدراك ما الاستفتاء. ناس حكيت حتى قبل الخطاب على استفتاء حول قانون المصالحة، استفتاء حول نظام الحكم. هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب؟ ونرجع لك الفصل 80 كيف كيف، الفصل 80 زاد كيف كيف عنده علاقة بالاستفتاء. الفصل 80 هات نطرحه جانب، لأنه ساعة ما فيش استفتاء، الفصل 80 في حد ذاته الاستفتاء موضوعه ينجم يكون معاهدات دولية أو مشاريع قوانين. واضح، يعني القانون المصالحة ينجمش يكون موضوع استفتاء، نعم، لكن واضح حسب ما قاله الرئيس البارح أنه بالنسبة ليه دوره في قانون المصالحة انتهى قانونيا، اقترح انتهى قانونيا وما هوش بشي دخل. الآن سياسيا الاستفتاء نعرفوه شنو الخطورة متاعه، على خاطر ما فمش فرق كبير في الواقع ما بين البليبيسيت إلو ريفيراندوم، ما بين الاستفتاء يعني أن نسأل الشعب حول نص البليبيسيت حول شخص، يعني المخاطرة كبيرة. إذا كان يمر الاستفتاء سيتان جام بوليتيك، لكن إذا كان يرفض الشعب التصويت في صالح القانون هذا يعني أنه سحب سياسيا ثقته من رئيس الجمهورية. ونعرف أنه جنرال دوغول استقال إثر استفتاء. سيد مندر، سيستم طول الإشكال المطروح، أنا حبيت نرجع لنقطة أساسية ونود أنك توضحها. يعني في الظرف الراهن مسألة دستورية القوانين ومسألة اللجوء، قد نضطر في ظرفية استثنائية اللجوء الفصل 80، يعني من جهة أنت تقول غياب المحكمة الدستورية والأحكام الانتقالية لا توجب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لكن الأجال الدستورية يعني لإرساء المحكمة. أي يعني في هذه الحالة ما هو الفقه الذي يمكن أن يخرجنا من هذا المأزق؟ يعني لا قدر الله تونس دخلت في نزاع مسلح مع الدولة توجب اللجوء إلى الفصل 80، خطر داهم. يعني ما هي التخريجة بالنسبة لكم كفقهاء قانون دستوري في تعويض غياب المحكمة الدستورية؟ أظن أنه أول حاجة كان من المجدي أن إعادة نظر في قانون الطوارئ، حالة الطوارئ. هو نعرف ما مشروع لإعادة صياغته ولتركيزه ولتأسيسه على الدستور، خاطر النص نتاع 78 ماهوش مقبول في الواقع لا سياسيا ولا قانونيا. نعرف الظرف اللي وقع اتخاذه فيه، ونعرف التسرع اللي وقع اتخاذه فيه، وعليش ما عندوش هالإطلاعات هذه القانونية. لكن لا شيء يمنع من إعادة النظر فيه، أو في حالة أخرى اللي يسميه في اللغة الفرنسوية لا لوا مارسيال،
لانسوراسيون دو لا لوا في المارسيال لا لوا هذا في حاله خطر دهم يكون له طبيعه عسكريه احكام عرفيه يعني ايوه يمكن تطبيق الاحكام العرفيه يعني ما نصورش فما اشكال قانوني وما ننساوش انه شو الموجب نتاع الفصل 80 ولا الفصل 16 من الدستور الفرنساوي والفصول تشبه بعضها في كل الدساتير او شبه كل الدساتير او تقريبا كل الدساتير هو الضروره عندنا حاله الضروره وعندنا من يضمن استمرارية الدولة ومن يضمن احترام الدستور وهو رئيس الدولة يعني الضرورات يقولوا في الفقه تبيح المحظورات يعني كانوا وصلنا لحالة قصوى مثل التي كنت بصددها يعني خطر عسكري بطبيعة الحال ما نجمش نقعد مكتوف الأيدي على أساس أنه فماش محكمة دستورية رئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة اي بيان سور يعني الحرب ولا وقت نطبقوا فيه نظريات الاجراءات المستحيلة لا تيوري دي فورماليتي امبوسيبل يعني في يعني تقترح تسليم هذا الاقصى اقول اللي مش حالتنا توا يمكن اللجوء الى الفصل 8 يعني مراجعة الامر 78 تقترح لابد من مراجعة الأمر بصفة عاجلة لعل 78 قانون حل توارئ لتأسيسه على الدستور لأنه غير دستوري لأن هذا الأمر غير دستوري مناقض يعني غير دستوري هو كان غير دستوري عند حين اتخاذه على أساس دستور اللي ما عادش موجود الآن فما بالك اليوم باش تحكيوا على قانون المصالحة والقانون الذي يثير ضجة في تونس مدى دستورية هالقانون هذايا ورأي لجنة البندقية حول المشروع القانون باش تحكيوا على نظام الحكم ها نظام الحكم اللي الناس الكل تحكي عليه لابد من تغييره رأوا نظام الحكم الحالي أفرز مشهد معقد مشهد ما فيش منظومة الحكم ما فما اليوم نحكيه على لا حكم ما نحكيش على الحكم من يحكم في تونس من خلال نظام الحالي السياسي فما شكون أصوات تنادي إلى تغييره بنظام رئاسي وليس رئاسوي فما شكون يخلط بين الرئاسي والرئاسوي بعد شوية أكثر تفاصيل معك أنت سيد سليم لغماني وسيد قانون دستوري نحكيه في المواضيع هذه بعد الأخبار بيان سور لكن سيد منذر ثابت أعطينا أخويا لمحة عن الأصوات المنادية التي تنادي بتغيير نظام الحكم عديد من الأصوات أنا شخصيا يعني منذ عهد كنت أعتبر أن النظام الأمثل الذي يتناسب أولا مع خصوصية الثقافة والتقاليد التونسية أنه نمر إلى نظام سياسي رئاسي على شكل أمريكية أنا ما عادش كنذكر في اللي قريته في العلوم السياسية سي سليم أنه جورج بيردو يقول الفصل ما بين نظام رئاسي ونظام رئاسوي هو إمكانية حل رئيس الجمهورية البرلمان نذكر هكا في التريتي دو سيونس بوليتيك أنه هذا هو المعيار الذي به يمكن أن نفصل لكن نعرف المقابل أنه سي سليم يمشي في قراءة أخرى أنه النظام القانون الانتخابي لمود سكريتان نجم يعطي شكل من أشكال الاستبداد داخل النظام البرلماني كان نتذكر مليح قراءتك في الاتجاه هذا أن القضية ما هيش قضية شكل النظام قدر ما هي المنظومة الحزبية والقانون الانتخابي نعم سيدي نعم احنا عندنا نظام سياسي يقولوا عنه أنه هجين هالكلمة من حبذاش ياسر هو في الواقع ما فماش نظام سياسي خالص بير حتى النظام الأمريكي ما هوش نظام رئاسي خالص كل نظم سياسية تحددها معطيات تاريخية ومعطيات سياسية ونحن نعرف أن نظامنا السياسي هو نتيجة ان كومبرومي مش توافق أنا نقول بل فيش نقوله كومبرومي معاهدة توافق نعم توافق ان كومبرومي ما بين من كان يريد نظام رئاسي ومن كان يريد نظام برلماني إذا كان نشوفوه توا بالنسبة للإنسان يعمل في القانون الدستوري يلقى فيه بعض تقنيات نظام رئاسي انتخاب رئيس جمهورية انتخاب مباشر ثم إسناد صلاحيات مهمة في الشؤون الخارجية وفي الدفاع وجزئيا في الأمن عنا فيه ما يذكر بالنظام البرلماني انبثاق الحكومة عن أغلبية برلمانية مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وفيه حتى ما يذكر بنظام الرئاء المجلسي لغيجيم داسامبلي من ذلك مثلا إمكانية إعفاء على الشكل السويسري من ذلك مثلا إمكانية إعفاء وزير فقط من قبل مجلس النواب
ورينا مجلس نواب الشعب ورينا حتى اللي مش موجود صراحة في الدستور وموجود في النظام الداخلي متاع مجلس النواب هم يطالبوا حتى إذا كان رئيس الحكومة قام بتحوير جزئي أن يقع التصويت إسناد الثقة للوزير الجديد وهذا مش موجود في النظام البرلماني لا في حتى نظام برلماني موجود في النظام المجلسي. السؤال المطروح اليوم هل أفلس نظام السياسي الحالي في تونس هل أفلس أو أعلن إفلاسه بعد شوية بعد إخبار جاوبنا سي سليم بعد شوية التحق بنا صاحبي بن فرج عن كتلة الحرة عن حزب مشروع تونس كابافان الكلمة ليك.